كنت من يومين بسمع الأستاذ محمد الليثي في الراديو وأنا بسمع، كنت في العربية، فوأنا بسمع الراديو لقيت الأستاذ عمرو خفاجي، وهو من الناس اللي ليها احترام الحقيقة كبير جدا. أستاذ عمرو رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، فعندما يتكلم من المفترض أن هو يكون عارف الكلام اللي هو بيقوله وشايف أو عنده دليل على كل كلمة هو بيقولها. فلما اتكلم على إمام عاشور، على الرغم من أن أنا عارف قصة إمام عاشور من الألف للياء وأعرف فيها تفاصيل أكتر من وطبعا كلام اللي قاله الأستاذ عمرو طبعا هو كلام فيه جزء من الحقيقة وجزء لأ، ولكن عندما تكلم عني أنا شخصيا في هذا الأمر، أنا الحقيقة استغربت جدا جدا جدا، لأنه أولا لم يكن هناك ثغرة في عقدي مع نادي الزمالك عندما كنت ألعب في نادي الزمالك. اللي حضرتك ما تعرفوش يا أستاذ عمرو أنه كان هناك اتفاق ما بيني وما بين النادي الأهلي قبل نادي الزمالك بشهرين ثلاثة، والاتفاق كان ده الكلام ده سنة 2003 أعتقد أو قبل 2003 بشوية، أنه إن أنا رايح نادي الأهلي وكنت بلعب في النادي الإسماعيلي في ذلك الوقت، وكان الاتفاق مع المهندس عدلي القيعي والأستاذ أسامة راشد، كنا قاعدين أنا والمهندس عدلي والأستاذ أسامة وخلصنا كل حاجة تقريبا فيما يخص الانتقال من النادي الإسماعيلي إلى النادي الأهلي. دخل في النص، لأن احنا كنا في شهر واحد وبالتالي يتبقى ست شهور، دخل في النص في ذلك الوقت المسؤولين عن النادي الإسماعيلي وقالوا لي لا أنت هتمشي تروح نادي الزمالك، وأنا رايح نادي الزمالك في هذا التوقيت جالي عقد من تركيا، فكان المجموعة اللي بتقود المفاوضات من جانب نادي الزمالك اتفقت معاهم على أن أنا يجب أن يتم وضع بند في العقد بيقول أن يحق لي الانتقال لغاية آخر شهر 6. فاكر أنا الموضوع واضح وصريح ولا يوجد فيه ثغرة ولا من هذا القبيل ولا أي شيء من هذا القبيل. بعد كده رحت اتحاد جدة، ورجعت من اتحاد جدة للنادي اللي أنا كنت عايز أروحه قبل نادي الزمالك اللي هو النادي الأهلي. لماذا يتم الزج بهذه الأخبار وبهذه الأمور اللي من سنة 2003 وأنا رديت عليها 150 ألف مرة مثل هذه الأمور؟ هو ليه حضرتك مصمم ان انت تلعب على وتر الجمهور ووتر العلاقه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك؟ مش بتكلم على اسلام، بتكلم انت تستدعي اسلام الشاطر وقضيه اسلام الشاطر من 2003 وتتكلم عن قضيه امام عاشور وتقول ان الناس اصله النادي الاهلي بيستغل الثغرات. لا توجد ثغرات في العقود. النادي الاهلي بيشوف اللاعب ايه، انا عايز اسلام، هدور ان انا اجيب اسلام، اسلام فري ان هو يجي النادي الاهلي هجيبه لو بيلعب في نادي ايه، حتى لو بيلعب في مانشستر يونايتد. هذا هو الفارق يا استاذ عمرو. فمن فضل حضرتك احنا ما زلنا ملتزمين بكل الايام الجميله السابقه بما فيها من زيارات محترمه من مجلس اداره النادي الاهلي لمجلس اداره نادي الزمالك، واللي هترد خلال الايام القادمه ان شاء الله، وبالتالي انا شخصيا وكل العاملين في قناه النادي الاهلي ملتزمين بهذا الامر. ولكن انا حبيت ارد فيما يخص موضوعي انا تحديدا، لانه حضرتك بتقول كلام كذب، كلام ما يصحش ان هو يتقال، كلام بيضع علاقة الجماهير أو الجمهورين الكبيرين النادي الأهلي ونادي الزمالك في موضع إحنا كنا نسيناه كتير جدا جدا خلال الفترات السابقة. فمن فضلك ما ترجعناش لورا، وأرجو من حضرتك أن أنت لما تعوز تتكلم على حد لسه حي يعني لسه موجود، من فضل حضرتك خد بالك من كلماتك واعرف ايه الصح وايه الغلط. انا بس حبيت ان انا اقول هذه الكلمات وبسرعه جدا وبمنتهى الاحترام، وارجو ان اي حد، مش هو بس، اي حد فينا بيطلع يتكلم يبقى عنده الدليل على كلامه، لانه الناس كلها لسه موجوده ولسه عايشه، ربنا يديهم كلهم الصحه.